اليسرى يعلن ألكسندر بوكو انطلاقة هذه المواجهة. تنقل في الجهة اليمنى أمامية، يحاول من خلالها على عباس، وصلت خطيرة خطيرة لمصلحة المنتخب العراقي. قبل ذلك موجودة عن طريق أمجد عطوان، يرفع إيده دوم والكرة العالية التي تلعب رأسية لكنها إلى خارج أرضية الملعب من أحمد إبراهيم إلى ركلة مرمى. حضور عراقي لافت هنا في مدرجات الشيخ خليفة، وهنا لدينا الكرة الخطيرة، ولكنها بعد ذلك هناك راية على ما يبدو، أو لا، هناك ركنية لمصلحة المنتخب العراقي. خروج الشامسي يعني يستطيع من خلاله الأبيض الإماراتي أن يقدم مباراة كبيرة، و يرفعون شعار الفوز كما قال جريدة البيان الإماراتية، بأن الأبيض يرفع راية الفوز أمام أسود رافدين. وهنا لدينا الله المنتخب العراقي من خلال الكرة الماضية. سلام نقلة الله على تحرك من خلال هذه الكرة، يسجل الأباتشي على عباس من علاء إلى علاء، من علاء إلى علاء، من الزهرة إلى عباس، يسجل يضع العراق في المقدمة. نعم العراق تتقدم عن طريق علاء عباس، أتى به إلى هذا، أتى به. قوة المنتخب العراقي كلها أمور يعني تخلي الوضعية صعبة جدا. بهدف ثاني يعني إلى اللقاء. هنا لدينا الكرة في الجهة اليمنى، علاء عباس يتقدم، خطأ للغاية يمر، لكن يوسف جابر أيضا لمصلحة المنتخب العراقي. صفاء هادي لديه الكرة في وسط الملعب، 21 سنة لصفاء، صافرة لدينا من ألكسندر بوكو. الحكم البلجيكي يعلن عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب العراقي. 10 دقائق مباراة كأن التي من خلالها يكمن خطر المنتخب الإماراتي. هذا المنهالي، كرة عالية خطيرة إلى خارج أرضية الملعب. نعم هذا الآن هنا مبخوت إلى خلفان مبارك، إلى مبخوت، كل العمل الله على كرة في الجهة اليمنى، أرضية إماراتية، هل ممكن أن يحدث ذلك؟ لكن الكرة بعد ذلك أبعدت، رأسية تلعب بعد ذلك الكرة من سعد ناطق، كرة خطيرة للغاية لمصلحة المنتخب الإماراتي. وهنا لدينا خطأ خطأ وبطاقة صفراء على محمد حميد. وين الصدات؟ خلينا هذا علي صائو، قرار غير سليم، قرار غير سليم. نشاهد أمرا ما يدبر من خلال هذه الكرة، والكرة التي تلعب من محمد حميد يلعبها، وبعد ذلك يبعد الكرة لتصل عراقية إلى خارج أرضية الملعب. لدينا رمية جانبية لمصلحة المنتخب الإماراتي. هكذا هي اللقطة الماضية، كانت خطيرة إماراتية، بعد محمد حميد من خط المر بالنسبة للمنتخب العراقي. كاتانيتش، وهنا الجماهير العراقية التي أصبحت تتفاوت. إذا ما أراد كل فريق ها أن يتعب أن يحاول، فعليه لا شك أن يقدم كل ما لدي. هذا حمدان الكماري، إبراهيم بايش، وصلت إلى علاء عبد الزهرة، يعيدها في الجهة اليسرى. إبراهيم بايش عند الكرة، يحاول المرور علي عدنان، علي نقلة إلى علاء، علاء هنا السلام، أمجد عطوان، الله على تسديدة أمجد عطوان. ولكن لدينا أيضا محمد الشامسي الذي يتألق بعد ذلك في صد هذه الكرة. شوف هنا السلام، وأمجد الذي يجيد على فكرة عملية التسديد. عبد الله رمضان لازالت لديه الكرة خطيرة الآن إماراتية، لكن أيضا صفاء هذه بالكعب، يا عين يا عين يا عين يا عين الكرة الماضية، لكن علي مبخوت يتدخل. الكرة الآن خطيرة إماراتية تلعب أرضية بينكم وبين حاط البشري العراقي. لدينا الآن الخطأ الذي سنرى، خلفان مبارك يلعب الكرة، تصطد في الحاط البشري، تتحول إلى خارجي. ممكن لكن عموما بطاقة صفراء أخرى موجودة في المباراة، كرة منقولة
في الجهة اليمنى لمصلحة المنتخب العراقي، رأسية لكنها أيضا تصل إلى أعلى أعداء، لا زالت خطيرة لمصلحة المنتخب العراقي ولدينا بهذه الطريقة يجعل العراق بهدفين الآن مقابل لا شيء. الله على خبرة، الله على جمال. عراقية بهدفين مقابل لا شيء ينتهي عليه شوطي اللقاء الأول. كرة في الجهة اليمنى عادت بعد ذلك تصل لمصلحة المنهال، الكرة العالية على القائم الثاني محمد حميد، ويبدو بأن العراق ينهي شوط اللقاء الأول كما أنهى أمام المنتخب القطري في المباراة الأولى. الكل يسأل الله على كرة، الله على لحظة بالنسبة للاعبي المنتخب العراقي، برأس على عبد الزهرة وقدم على عباس ينتهي شوط اللقاء الأول. محمد يبحث عن كرة إلى مبخوت يسدد لكنها إلى خارج أرضية الملعب. لا شك غياب عمر عبد الرحمن من الأسماء المؤثرة جدا، من الأسماء ربما ثالث الأهداف العراقية إن حدث ذلك. لدينا الكرة التي تلعب خطيرة رأسية إلى خارج أرضية الملعب، حلوة الكرة الماضية للأبيض الإماراتي مع بداية أحداث الشوط اللقائي الثاني. كرة منطولة في الجهة اليمنى الآن خطيرة إماراتية، كرة تلعب عالية على القائم الثاني، مبخوت محمد حميد يبعدها وبعد ذلك الكرة تعود نعم في الجهة اليسرى، يحاول يمر في الجهة اليسرى علي صالح يلعب الكرة العرضية المثالية لمصلحة الإمارات. وصلت لدينا الآن يوسف جابر يلعب الكرة العرضية القوية ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية عراقية. 10 مرات تواجه الفريقان الإمارات، أول فوز له. كرة لدينا عرضية الآن تلعب لكنها بعيدة، نعم ذهبت. أول فوز حقيقة الإمارات كان في خليجي 21 على العراق، وكان يومها نهائي. سبحان الله، شوف صبرت الإمارات ما فازت. ها نجم الشباك مهند علي يخوض الآن النص ساعة القادمة مع المنتخب العراقي، نعم. لكن على مستوى ركلات الترجيح استطاع المنتخب الإماراتي أن يعبر إلى الدور القادم. هنا لدينا كرة لمهند علي، ميمي 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 يسدد لكن محمد الشامسي يتدخل في الكرة الماضية، خطفت عراقية. حاول مهند علي لكن الكرة تكون حاضرة وموجودة، الكرة تلعب الآن عالي وأمامية محمد حميد يخطوها. هنا لدينا الفرصة الإماراتية التي تمر، كرة وصلت علي مبخوت يحاول يمرر أحمد خليل، خطيرة ومحمد حميد يتدخل، وبعد ذلك حكم اللقاء أيضا يتدخل من خلال الكرة. 10 دقائق مشاهدين الكرام متابعينا، هنا لدينا مرور كرة، الله وصلت في جهة اليمنى خطيرة عراقية لثالث الأهداف، يبحثون ولدينا كرة تتحول إلى ركلة زاوية في الجهة اليسرى لمصلحة المنتخب العراقي. شوف هذه هي الكرة، ركلة جزاء عراقية، هل يعبر العراق؟ هل يمر العراق؟ يتصدى الشمس، يتصدى الشمس، برافو محمد الشامسي. تصل بعد ذلك محاولة طارق الحمادي يلعب الكرة الأمامية ناحية مبخوت، الله لأن يسجل لكن تأتي صافرة ويعبر العراق، نعم وفرحة العراق. إذن عبرت العراق وكما يقولون عبرت الشط على مودة.